أهم ما قدمه موقع مجاهدي خلق الإيران. القاضي الأرجنتيني دعو الإنتربول إلى اعتقال المشتبه بهم بتفجير المركز اليهودي عام 1994. إبراهيم رئيسي يتباهى في الخارج ونكسات مذلة في قابول النفط مقابل الطعام. صراع مسلح مع عناصر الحرس في مدينة همون ومقتل أحد أفراد البسيج. زاهدان، مظاهرات جماهيرية حاشدة بشعار سأخذ بثأر أخي.